السلام عليكم. بيبدأ الفيلم بالأخين التوأم إلياس ولوكس وهم مع أبوهم في العربية علشان يوديهم يزوروا أمهم بعد ما انفصل عنها من فترة، وإلياس بيبقى مبسوط وبيرسم رسم علشان يديها الأم هدية. وبيوصلوا لبيتها وبيودعوا أبوهم وبيدخلوا يندهوا على أمهم لكنها ما بتردش عليهم، فبيجروا يدوروا عليها وبيروحوا لها أوضتها وبيتفاجئوا بيها بتستقبلهم ووشها ملفوف بشاش، فبيستغربوا جدا وهي بتفهمهم إنها عملت عملية تجميل وممنوع إنها تتعرض لضوء الشمس، فبيسكتوا وبيروحوا لأوضتهم. ولوكس بيفضل يتنمر على أمه اللي هي عاملة في وشها، لكن إلياس بيزعقله علشان يسكت، وبتدخل عليهم أمهم وبتدي إلياس لعبة هدية وبتقول لهم على القواعد اللي هيمشوا عليها، وهي إنهم ممنوع يفتحوا الشبابيك علشان ما تتعرضش لأشعة الشمس والعملية بتاعتها تبوظ، وبتأكد عليهم ما يروحوش ناحية الحظيرة الخشب اللي جنب البيت، وما بترضاش تقول لهم على السبب. وبيطلع إلياس الرسمة اللي رسمها لها وبيديها لها فبتبصله وبتحضنه، وبعدها بيقعدوا ياكلوا والأم بتشوفهم بيتفرجوا على الموبايل وبتعرف إن أبوهم هو اللي جايبه لهم، فبتنصحهم إنهم ما يتفرجوش عليه كتير. وبالليل بتاخد إلياس في حضنها وبيتفرجوا على التلفزيون سوا، وبتبقى مش مهتمة بلوكاس نهائي. ولما بيطلعوا أوضتهم بتقرا لهم قصص، وإلياس بيطلب منها إنها تغني لهم الأغنية اللي كانت بتغنيها لهم وهم صغيرين، فبترد عليه بإنه خلاص كبر على الأغاني ولازم يسيبها تروح تنام. وبتمشي وإلياس بيسأل أخوه لو ملاحظ إن تصرفات أمه معاهم متغيرة، فبيرد لوكاس إنه شايفها عادية، فما بيهتمش إلياس وبيغني لأخوه الأغنية بتاعتهم علشان يعرفوا يناموا. وتاني يوم بيصحوا وبيروح يلعبوا جنب البيت وبيجروا لحد ما بيوصلوا للحظيرة، ورغم إن أمهم مأكدة عليهم إنهم ما يدخلوش، لكن إلياس بيقرر إنه يدخل من الشباك وبيطلع للدور التاني، وبيلاقي لعبة وقطعة قماش وجزء من خشب الحظيرة عليهم لون أحمر، فبيجري على بره مع أخوه ولسوء حظه بيلاقي أمه في وشه وبتتعصب عليه لأنه ما سمعش كلامها، وبالغلط بيقع على الأرض وإيده بتتجرح، وأمه بتتعصب اكتر وبتسيبه وبتمشي. وساعتها لوكاس بياخده وبيعالج له الجرح، والياس بيحكي له على لون الاحمر اللي في الحظيره وانه حاسس انه دم، فبيطمنه اخوه بيقوله انه اكيد طلاق. وبالليل الياس بيحلم ان في شخص واقف في الحظيره، وبيقوم من نومه وهو مفزوع وبيسمع صوت امه بتكلم حد في التليفون، وبتقول ان الياس مش عارف يبعد عن اخوه لوكاس وان نفسيتها تعبانه من اللي بيحصل، فبيستغرب الياس جدا من كلامها وبيخاف، وهي بتحس بحركه فبتروح تطمن عليه، وبيعمل نفسه نايم وبيبقى مرعوب. وتاني يوم الياس بيحكي لاخوه على مكالمه امه وانها عايزه تبعدهم عن بعض، وبيسكتوا اول ما امهم بتنزل، وبيجي لها مكالمه فبتاخد تليفونها وبتطلع اوضتها، وساعتها بيقوموا وراها علشان يراقبوها وبيحاولوا يسمعوا المكالمه لكن ما بيعرفوش، فبتجي لهم فكره وهي انهم يحطوا جهاز لاسلكي في اوضتها، وفعلا بينتهزوا فرصه انها نامت وهي بتتفرج على التلفزيون، وبيدخلوا اوضتها والياس بيحط الجهاز تحت سريرها، وفي الوقت ده بتصحى الام وبيسمعوها وهي طالعه على السلم، فبيستخبوا في اوضتها بسرعه، والياس بيراقبها وهي داخله الحمام وبتغير الشاش على وشها بواحد تاني، لكنه ما بيقدرش يشوف وشها وبيلفت نظره انها بتدخن، وبيشوفها وهي خارجه بتلاقي رسمته على الارض وبتقطعها، فبيتضايق جدا، فبيروح على اوضته وبيقعد يكلم لوكاس اللي بيبقى ماسك الرسمه، والياس بيقوله ان امه متغيره في معاملتها معاهم والغريب انها بتدخن، فبيرد لوكاس عليه بانه بيشك انها مش امهم وانها واحده منتحله شخصيتها، وبيقرروا انهم يكشفوا سرها وبيصوروا وشها من غير ما تاخد بالها، وبيجيبوا صوره لامهم وبيلاحظوا ان امهم عينيها قادره وان اللي عايشه معاهم دلوقتي عينيها زرقاء، فلوكاس بيقول ان ده دليل قوي على انها مش امهم، وبيطلب من الياس انه يتصل بابوهم، وفعلا بيحاول يكلمه لكن تليفونه بيبقى مقفول، وبتطلع امهم تخبط عليهم وبيكونوا خايفين جدا منها ومش عايزين يفتحوا لها، وبتحاول تلطف معاهم في الكلام وبتقول لهم انها عامله لهم الاكل اللي بيحبوه، فبيرد عليها بانهم مش جعانين وانهم عايزين يناموا، لكن في الحقيقه بيكونوا مرعوبين منها. ولوكاس بيطلب من إلياس انه يتصل بأبوهم تاني، وبعدها إلياس بيقعد يتفرج على فيديو الأم وهي بتغني لهم زمان، وفي اللحظة دي بيلاقي أمه بتفتح باب الأوضة وبسرعة بيعمل نفسه نايم، فبتدخل وبتتعصب عليه علشان بيتصل بأبوه وبيشتكي له من تصرفاتها معاهم، فبيحاول ينكر لكنها بتتعصب عليه وبتاخد منه التليفون وبيجري وراها وبيترجاها تسيبهوله، لكنها بتكسر التليفون وبتقوله انها ما كانتش عايزة كل ده يحصل وبتسيبه وبتمشي، فبيطلع قط وبيحط المكتب ورا الباب علشان ما تدخلش عليهم، وبيقرر هو واخوه يهربوا من البيت،
وبيستنوا لما بتناموا وبيخرجوا من البيت في عز المطر والعاصفة، وبيمشوا لحد ما بيلاقوا بيت، فبيجروا يخبطوا على الباب وبيطلبوا المساعدة، لكن بيكتشفوا انه بيت مهجور ومفهوش حد، وبيدخلوا البيت وبيناموا. وبيصحى إلياس وبيلاقي اتنين من الشرطة بيدوروا عليهم، والشرطية ساندي بتتكلم مع إلياس علشان تعرف سبب هروبهم من البيت، فبيقولها انه شاكك ان الست اللي معهم في البيت ما تبقاش امه، وانها واحدة غريبة ولابسة ماسك، فبتطمنه وبتقوله انها توديه لمكان امن. وبيركب هو ولوكاس معاهم، لكن بيكتشف انهم مروحينهم البيت، والمفاجأة ان الام بتستقبلهم وهي شايلة الماسك، وبتشكر الشرطة على تعبهم. وبيطلع الياس واخوه الاوضة، وبيقول لاخوه انها اكيد هتخضع الشرطة، وبيخرج الياس برا الاوضة علشان يسمعه وهي بتتكلم، وبتقولهم ان الاطفال في السن ده خيالهم بيكون واسع وما بيحبوش يعيشوا في الواقع، فبيتخيلوا حاجات مش حقيقية، وبتبتدي تعيط وبتقولهم ان هي مش قادرة تلاقي حل للي بيحصل، فبيتعاطفوا معاها وبيمشوا. ولوكاس بيفهم اخوه ان الشرطة اكيد مش هتصدقهم لانهم صغيرين، والحل انهم يحاولوا يهربوا تاني، فبيرفض الياس وبيقولوا انهم لازم يدوروا على امهم. وبتطلع امهم الاوضة وبيعملوا نفسهم نايمين، وبتلومهم انها اضطرت تشيل الماسك قبل ميعاده علشان تخرج تدور عليهم لما حاولوا يهربوا، وبتقول لهم انها مش عارفة هما بيعملوا معاها كده ليه، وبتمشي وبتسيبهم وبتدخل اوضتها وبتقعد تعيط. وبيصحوا الاولاد بالليل وبينزلوا للقبو، وتاني يوم الصبح امهم بتصحى بتلاقي ايديها ورجليها مربوطين في السرير، والياس بيسالها هي امه فين، فبتتعصب جدا وبتحاول تفك نفسها لكن ما بتقدرش، فبتوعدهم انهم لو فكوها مش هتعمل لهم حاجه وهتسامحهم، فبيجيب لها الياس صورتها وبيقول لها ان عين امه خضراء وهي عينيها زرقاء. بترد عليه بان دي عدسات بتلبسها علشان شغلها وانها شايلاها في شنطتها، وبتاكد له ان لون عينيها الحقيقي ازرق، لكنه ما بيصدقهاش، فبتتعصب عليه وبتقول له هو ليه مش عايز يصدقها، فبيجيب لها رسمه بتاعته المتقطعه وبيقولها ان مفيش امهات بتقطع رسومات اولادها، وانهم بيحبوا اولادهم وبيلعبوا معاهم وبيغنوا لهم، فبتنهار امه وبتبكي، وهو بيبتدي يتاثر، لكن لوكاس بيقعد يقول لها انها بتمثل عليهم، فبتحاول بكل الطرق انها تثبت له انها امه، وبتقول له ما يسمعش كلام لوكاس اللي عايز يفرق ما بينهم، لكن ما بيقتنعوش بكلامها، وبيروح الياس بسرعه يدور على شنطتها علشان يتاكد من حكايه العدسات، بس بيكون لوكاس سبق ودور في الشنطه وبيقول انه مفيش عدسات، ومعنى كده انها بتكذب عليهم وعايزه توقع ما بينهم، فبيصدقوا الياس وبيبتدي لوكاس يحضر حاجته علشان يمشوا، والياس بيكون صعبان عليه امه وبيقول انه ما ينفعش يمشوا ويسيبوها كده حتى لو كانت مش امهم، وبيعرفوا انهم لو فكوها مش هتسمح لهم انهم يمشوا من المكان، وبياكد عليه جاهز حاجته وينزل وراه، لكن قبل ما ينزل بتنده عليه امه، فبيدخل لها وبتحاول تستعطفه بالكلام، وبتتاسف له وبتترجى انه يفك ايد واحده من ايديها، وبتقوله انه ذكي ومش لازم دايما يمشي ورا كلام اخوه ويسمع له في كل حاجه، فبيتاثر بكلامها، وقبل ما يفكها بيدخل عليهم لوكاس وبيحاول يمنعه، وهي بتلفت انتباه الياس ليها علشان ما يركزش مع اخوه، لكن لوكاس بيكون فاهمها وبيقول اخوه يروح يجيب اللاصق وشراب علشان يسكتوها وما يسمعوش كدبها عليهم، وهي بتترجى لكنه ما بيهتمش بكلامها وبيحط الشريط على بقها، مع انه بيكون من جواه متاثر وصعبان عليه انه بيعمل فيها كده، ولوكاس بيشجعه وبيقول انه كده بيعمل الصح، وطول ما هم مع بعض هيفضلوا اقوياء. والشرطه بتيجي وبيسالوا الياس على امه، وقبل ما يمشوا الام بتوقع الاباجوره وبتسمع الشرطيه صوت، لكن ما بتهتمش وبتمشي، وبيخرجوا الاخين وبينتظروا العربيه اللي هتيجي تاخدهم، بس الياس بيتحجج بانه نسي فرشه اسنانه، وبيقول لوكاس انه هيروح بسرعه يجيبها، وبيجري بسرعه على شنطه امه وبيدور على العدسات وبيلاقيها، وبيعرف ان لوكاس كان بيكذب عليه، وبسرعه بيحاول يروح عند امه، لكن اخوه بيخش له وبيجري وراه وبيوقعه وبيحاول يمنعه باي طريقه، وبيقدر الياس يدخل لها وبيقفل الباب قبل ما لوكاس يدخل، وبيفضل لوكاس يخبط على الباب وبيقول له انها هتاذيه وانها عايزاه وحيد، لكنه ما بيسمعلوش وبيفك ايد امه ورجليها، ولما بيبص على الباب بيلاقي اخوه اختفى، وبيحضنها وبيقعد يتاسف لها، وهي بتقول انها بتحبه جدا وبتحاول تهديه، فبيعرفها انه ما كانش عايز يعمل فيها كده ولوكاس هو السبب، وانه خايف جدا وبيطلب منها انها تسامحه، فبتطلب منه انه يروح معاها للحظيره وبينزلوا، وبيروحوا للحظيره وبيبقى معاها لمبه، وبيكون خايف انه يدخلها، لكن امه بتطمنه وبيدخل وبتطلعه الدور التاني، وبتخليه يبص على العمود اللي فيه اثار دم، وبتساله هو شايف ايه قدامه، لكن من خوفه ما بيقدرش يبص على العمود، فبتفكره باليوم اللي كان بيلعب فيه بالبندقيه والرصاصه جت في اخوه لوكاس ومات،
وبتقوله انه ما كانش يقصد يخلص عليه لانه ما كانش عارف ان في رصاص في البندقية، وبتحاول تهون عليه، وبتعرفه انها كانت بتتظاهر ان اخوه موجود علشان خاطره، ومن كتر ضغطها عليه بدون ما يشعر بيزقها فتقع على الارض وبتفقد الوعي، ولما بينزل يشوفها بيلاقيها ما بتتحركش، ونار اللمبة بتمسك في القش والحظيرة بتتحرق، فبيجري الياس بسرعة وبيطلع بره، والحظيرة كلها بتتحرق لحد ما بتتهد، وهو بيكون واقف منهار ومش عارف يعمل حاجة، وفجأة بيلاقي ايد بتتحط على كتفه، وبيلاقيها امه ومعاها لوكاس، واللي بتقوله ان اللي بيحصل ده مش غلطته، وبتحضنه وهو بيحضنها وبيبكي، وهنا بنعرف ان امه هي كمان هتعيش في خياله زي اخو لوكاس بالظبط. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبونا في التعليقات عن اي مسلسلات او افلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفترة اللي جاية.